السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلمي في اللغة العربية، مرحبا بكم. درسنا لهذا اليوم سيكون التواصل الشفهي، معمل تصبير السمك. سنقوم بالإجابة على أسئلة النص. السؤال الأول: أضع علامة في الخانة المقابلة للاختيار الصحيح. يحركها حزام يدور تحتها بتأنٍ. بتأنٍ تعني ببطء. يتحدث النص عن معمل تصبير السردين. يرش السردين بطبقات الملح تفاديا لفساده قبل وصوله إلى المعمل. السؤال الثاني: أرقم الأفكار بحسب ترتيبها في النص. الفكرة الأولى: قدوم الشاحنات محملة بالسردين. الفكرة الثانية: مشاركة الجميع في عملية التفريغ. الفكرة الثالثة: ترتيب علب السردين في الصناديق. السؤال الثالث: أستخرج من النص ما يدل على أن المعمل يعمل دون توقف، وما تكاد حمولة السردين تصل حتى يكون كل شيء معدا لاستقبالها.